السؤال اللي كل مصر بقى بتتكلم فيه او كل مصر بتفكر فيه، اي مدير فني وخصوصا المدير الفني الاهلي والزمالك والبيراميدز والفرق اللي بتنافس، هيعالج موضوع الاجهاد ازاي او هيعامل الروتيشن ازاي؟ لا يعني الاستشفاء، كل اساليب الاستشفاء دلوقتي موجوده في كل الانديه الكبيره، كل والحاجات اللي بتعمل لك استشفاء سريع موجوده، والتدريبات بقت معروف، يعني الموضوع ما بقاش صعب، كل الناس عندها الاجهزه اللي بتساعد بشكل كبير على الاستشفاء. لكن هي نظريه هتتعب التدوير، انت مين اللي بتشوفه بعينين مدرب لازم يريح بقى كفايه كده انه تعبان جدا، ومين اللي بتقعد تدوس عليه انه يلعب انه عارف انه لسه عنده، يعني هي دي بقى حته المدرب، وده اللي هيبان في ماتش الزمالك وبيراميدز. اعتقد ماتش الزمالك وبيراميدز هيبقى الزمالك هيبقى احسن من الماتش ده.